السلام عليكم ورحمة الله، حاكم اليوم على السريع فيديو مهرجان اليوساكوي في اليابان. عن الدوشة باش نقدر نسمع روحي وحتى أنتوا تسمعوني. اليوساكوي هو تقليد ياباني راقص حديث نوعا ما، لأن أول ما بدأ في مدينة اسمها كوتشي اللي هي المدينة الرئيسية في محافظة كوتشي في عام 1954 في شهر أغسطس تحديدا. الفرق اللي تؤدي في الرقصات في المهرجان هي دائما فرق شابة غالبا تؤدي في رقصات تقليدية ممزوجة بالموسيقى العصرية، ولذلك لقت رواجها هي المهرجانات اللي هي اليوساكوي. وأصبح الموضوع أن في فرق تتنافس على من هو اللي يقدم اللي هو الأداء أو العرض الأحسن، وبالتالي أصبحت كل فرقة أو كل مجموعة قبل كل شيء تعرف بالمدينة اللي هي تنتمي إليها أو المنطقة اللي هي تنتمي إليها، ومن ثم تؤدي العرض الراقص متاعها. امتد طلع من مدينة كوتشي إلى باقي أنحاء اليابان. غير هيك يوساكوي أصبحت لي شعبية حتى خارج اليابان، لدرجة أن في بعض الدول تقيم مهرجانات اليوساكوي، لكن طبعا كل دولة أو كل منطقة هتعكس تقاليدها الخاصة بها في المهرجان. هو يلا بالمرة نوريكم القطار اللي من غير سواق ومن غير سكة ومن غير ركاب. وين السواق؟ ما فيش سواق.
عجبكم الفيديو، نشوفكم المرة الجاية، خليكم ديما رايقين. السلام عليكم.